مركز آفاق للدراسات والبحوث. في هذا القرن من الزمان الذي شهد تطورا هائلا في مختلف الميادين والحقول، انبثقت عمليات الاهتمام المعرفي وتبادل المعلومة والمعرفة والخبرة العلمية ضمن أطر مؤسسية دائمة، وهي ما نطلق عليه اليوم مراكز الدراسات والبحوث. فغدت الشعوب والأمم والحضارات تتبادل معارفها وتحافظ على مميزاتها وخصائصها انطلاقا من ورش العمل البحثية المنتشرة في أرجاء المجتمعات المتحضرة، كما أصبحت مراكز البحث الوسيلة الفضلى لحفظ وعرض وصناعة المنجز الفكري والعلمي والحضاري لأي أمة من الأمم، كما يعكس اهتمامها بالعلم والمعرفة واستشراف المستقبل وفق المنظور العلمي والمعرفي، وهي بمثابة المخزن والوعاء لذاكرة التاريخ الإنساني في أبعاده المختلفة، بما ينسجم اهتمام واختصاص مراكز الأبحاث. ولذلك نجد في الكثير من البلدان أن وراء تقدمها وتطورها مؤسسات ومعاهد ومراكز البحوث والدراسات في مختلف الحقول والاختصاصات. لذلك تبقى مراكز الأبحاث ضرورة حضارية ونمطا متقدما من العلم والمعرفة. مركز آفاق للدراسات والبحوث، مؤسسة ثقافية بحثية تعنى بشؤون التجديد الثقافي والإبداع الفكري. قيمنا الحوار والتسامح، الاعتدال، التعايش والتجديد. رسالتنا إشاعة وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقضايا العيش المشترك. رؤيتنا الوصول إلى مجتمع قارئ ومتفاعل على نحو إيجابي مع قضايا الثقافة والمعرفة. الأهداف: إرساء معالم الاعتدال والشورى، تفكيك القواعد الفكرية والأسس الثقافية لظواهر الاستفراد بالرأي والغلو والتعصب، تعزيز قيم التسامح والحوار والقبول بالآخر وجودا ورأيا، تنمية الاهتمام بالجوانب الثقافية والمعرفية والبحثية، الإسهام في دفع وتنشيط الحركة العلمية والثقافية في المنطقة، إنتاج كوادر بحثية قادرة على البحث العلمي والتحليل المنطقي العميق لمختلف الظواهر والقضايا. الوسائل: طباعة ونشر الكتب والدراسات والمؤلفات الجادة، إقامة الندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات والحوارات، إنتاج المواد المرئية، عقد الدورات التدريبية والتأهيلية. الأنشطة والفعاليات المنبرية: الحلقات النقاشية في كتب المركز، ينظم المركز بشكل دوري حلقات نقاشية في الكتب التي يقوم بإصدارها كفكرة رائدة تتيح الفرصة للقراء والنقاد للالتقاء والمناقشة مع المؤلف بشكل مباشر في أفكار الكتاب. الحلقات النقاشية في كتب خارجية، ينظم المركز حلقات في كتب ليست من إصدارات المركز لها أهمية بالواقع الاجتماعي، لذا نتيح للقراء أن يقدموا وجهات نظرهم من خلال مناقشة الكتاب في الحلقة النقاشية. إصدارات المركز: الكتب الرئيسة، يصدر المركز العديد من الكتب سنويا تتنوع في موضوعاتها وأشكالها الفنية بين الكتب المشتركة لعدة مؤلفين
وكتب لمؤلف واحد، ويصدر للمركز ما يقارب 4 كتب رئيسة سنويا بشكل منتظم. رسائل جامعية. مساهمة من المركز في تشجيع الباحثين ودعم الحركة العلمية في المجتمع، تأتي فكرة إصدار رسائل جامعية للاهتمام بنشر الأبحاث الجامعية وتشجيع الأكاديميين على إبراز دراساتهم وأبحاثهم العلمية عبر المساعدة في نشر رسائلهم وأبحاثهم الجامعية. آفاق ثقافية، وهو إصدار دوري عبارة عن كراس صغير الحجم يتضمن دراسة قصيرة أو مقالا بحثيا مركزا يتناول قضايا ثقافية وفكرية عامة. يهدف المركز من خلاله الوصول لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع. الكتب المشتركة، عبارة عن كتاب مشترك بين المركز ومركز آخر، بحيث يقدم كل طرف فيه دراسة لتعميق جسور العلاقة الثقافية بين المراكز البحثية. المكتبة، إيمانا منا بموقع الكتاب والقراءة في تقدم الأمم والمجتمعات، اعتنى المركز بتأسيس المكتبة ضمن أولوياته لتعزيز دور القراءة والبحث العلمي وتوفير المكان المناسب للباحثين والمثقفين. الموقع الإلكتروني، في تاريخ 7/7/2007 تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز ليكون الواجهة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، ويغطي الأخبار والأنشطة المتعددة التي يقوم بها المركز بالتقارير والصور، بالإضافة إلى نشر الدراسات والمقالات والحوارات الفكرية. قناة آفاق، عزز المركز دوره الإعلامي بقناة آفاق، والتي ستسهم في نشر المفاهيم والقيم التي يتطلع إليها المركز.